ولد علي بن نافع الشهير بزريابة في بغداد في عصر الخلافة العباسية ليصبح واحداً من أشهر موسيقي عصره. رغم صغره إلا أنه يحب صوت الموسيقى كثيراً ويكف عن البكاء عندما يسمع أحد الجيران يعزف. انظرا انظرا كم هما متشابهان. نعم إنه يشبه طائر الزرياب. زرياب زرياب زرياب. تتلمذ زرياب على يد العازف الشهير إسحاق المصلي وتعلم منه العزف على العود ونبغ فيه. ما زلت غير مقتنع بهذه الآلة يا معلمي، أشعر بأن هناك شيئا ما ناقصا فيها. اعزف دون أن تتكلم. ذاع صيت زرياب وغنى أمام الخليفة هارون الرشيد وأطربه حتى صار منافسا لإسحاق الموصلي. في الحقيقة إن زرياب أفضل تلاميذي، وكم من تلميذ فاق أستاذه. ترك زرياب بغداد وهاجر إلى الأندلس وغنى في بلاط الخليفة عبد الرحمن بن الحكم. لا زلت أظن أن هناك شيئا ناقصا في هذا العود. ها؟ وجدتها. قام زرياب بإضافة الوتر الخامس إلى العود وأحدث هذا التغيير إضافة هامة للموسيقى العربية. أعزائي أصدقاء سبيس تون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.